سونج مزعل الجزائري، قلت لا 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 تعالى هنا عيب عليك، ده انا بقولش الناس تعمل لايكات وبيعملوا لايكات لوحدهم وما بقولهمش يشتركوا في القناه، بيشتركوا في القناه لوحدهم. لا لا معلش تعالى، اي حد يهاجم الجزائريين يبقى بيجي في سكتنا. تعالى معلش يا عم سونج، ليا فتره ما عملتش رد فعل على تصريحات مدربين او تصريحات اعلاميين، واحنا في فتره توقف. فتره التوقف دي فتره ممله جدا خصوصا ما فيش ماتشات قويه. فتعالى يا عم سونج شوف الراجل قال ايه في المؤتمر الصحفي امبارح بعد مباراه الجزائر والكاميرون، المباراه اللي قدر فيها المنتخب الجزائري انه يكسب الكاميرون 1-0. تحدث روجبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن الهزيمة، وقال سونج في المؤتمر الصحفي: الجزائر لم تأتي لتلعب، كان لاعبونا هناك للعب كرة القدم، وكان هدفنا هو لعب كرة القدم. كرة القدم إذا وضعت 7 أشخاص في الخلف ستكون معقدة. ما انتوا مختارين ملعب سيء يا عم سونج. ولما جمال بن ماضي اتكلم في موضوع الملعب ده قلت له ان دي مش في اختصاصاتي، انما طلع بعد الماتش تقول ان انت الجزائر مش جاي تلعب كره قدم، عيب عيب اللي انت بتقوله ده. وبعدين كره قدم انتوا مختارين جوهم عشان تلعبوا كره قدم؟ انا بطل اشتغالات. انا عارف ان انت لازم تطلع تقول الكلام ده، وعلى فكره اي حد يقول لك ان المدربين بيطلعوا يشكروا بعض بعد المباريات، عايز اقول لك لا لا لا، ما حضرتش انت الخناقه بتاع سيميوني ويورجن كلوب؟ دي كانت خناقه كبيره قوي سعادتك. يورجن كلوب كان بيقول لك ان انا مش بعترف باسلوب سيميوني اساسا، وكان بيقول ان هو عنده لعيبه ممتازه بس هو حاصرهم في الادوار الدفاعيه. اه والله يورجن كلوب كان بيقول كده، وسيميوني قال لك انا دوري ان انا اعمل خلخله في الدفاع بتاع المنافس، وبعمل خلخله. ايه بقى كله بيقول اللي هو عايزه في موضوع المؤتمرات الصحفيه ده؟ لا معروف من زمان سعادتك. وبعدين انت مدربك جمال بن ماضي معروف ان هو بيكسب جبهات المدربين وبيكسب جبهات الاعلاميين والصحفيين في المؤتمرات الصحفيه، فالمؤتمرات الصحفيه دي متعه ما بيعرفهاش غير المتابع كره قدم بجد. مورينيو واسطورته كانت جايه من المؤتمرات الصحفيه اكتر من الملعب حرفيا. فاحنا بنتكلم على حاجه مهمه، حاجه مش سهله قوي. الكلام اللي هو بيقوله عادي جدا، اللي هو فرقه ما جاتش تلعب كره قدم، انت جيت تلعب كره قدم. وبعدين عادي ما يقول اللي هو عايزه، ليه؟ ما انت طلع خسران، ولو ابتسم المهزوم لفقد الفائز لذة انتصاره. طول ما انت محروق دمك انا مبسوط. لو انت قلت لي عادي عملت كده عليا صعبه جدا بصراحه. فانا مش عارف الناس، يمكن الجزء اللي جاي ولا زعلان. لعبنا ضد منتخب كبير، مفيش حد نقل الموضوع منتخب كبير دي، لان طبعا لو نقلتها باظ الفيديو بتاعها خالص. ولكن الجزائر لعبت بشكل دفاعي ولم نتوقع ذلك. لم يكن لمنتخب الجزائر فرص واستحواذنا على الكره بشكل افضل منهم. حلو قوي موضوع الاستحواذ ده. جاي اقول لك ان انا من المستقبل مشجع برشلونه ومانشستر سيتي، الاستحواذ ده اخر هم في الحياه. وبعدين الناس مش طلعوا كاسبينك 1-0 في الكاميرون، مش مهم الاستحواذ. خد حط الاستحواذ في حته انت عارفها، انت صامو ليته كويس، وقعدوا قولوا عملنا حاجه قدام منتخب الجزائر. انما تقعد تقول لي استحواذ وعقدوا كره قدم، كره قدم انت مختارين ملعب ساعة عشان ما تلعبوش عليه كره قدم اساسا. دفع ب7 لعيبه، عايز اقول لك ان بالماضي في اخر الماتش دفع ب8 لعيبه مش ب7 بس. بس المهم، هل انت كان ليه خطوره على المنتخب الجزائري؟ ما كانش ليه خطوره، بس لا اكثر ولا اقل. ما صنعش، بقول لك ايه، ما راحش للجون بس طلع كسبان. المنتخب التونسي امبارح ما راحش للجون حرفيا بس طلع كسبان. نتيجه المباراه هي الاهم بالصلاه على النبي. الموضوع بالنسبه لنا مش متعلق بتصريحات، قول اللي انت عايزه. بس برضه عايز اقول لك حاجه، تصريحات الراجل كلها في اطار كره القدم. هو بيقول لك ان المنتخب الجزائري جه وغفلني، عمل مباراه دفاعيه عليا انا ما كنتش متوقع كده. انا كنت متوقع ان الجزائر هيلعب جيم مفتوح، ودي على فكره اديت في الاباره يا عم الحاج جمال بن ماضي. عطولك المهموز من دماغك، اللي هو انت متوقع منتخب الجزائر مش هيجي يدافع. جمال بن ماضي جه دافع وكسبك، فانت منتظر الراجل ان هو يطلع يقول ايه. هاسونج كاره وحاسد وكاره، وتصريحات عاديه جدا. بس احنا للاسف الشديد يعني عشان خاطر في زمن اليوتيوب وزمن اللايكات وزمن السبسكرايبات، فاي تصريحات عبيطه ممكن تعمل لها سعر. قال ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ الزمن اللي احنا عايشين بقى ماشي كده. تصريحات عاديه جدا لمدير فني خايب مش عارف يطلع ويتكلم كلمتين على بعض، لان الكلمتين دول زي ما انت ما بتهاجم المنتخب الجزائري في الظاهر، بس انت في الباطن انت بتعترف بقوه المنتخب الجزائري، وان جمال بن ماضي عمل مباراه قدامك خادعه وقدر ان هو يكسبك فيها. يعني كلام سونج اعتقد ان هو بيقول ان جمال بن ماضي ضحك عليه لا اكتر ولا اقل. هتقول لي لا المنتخب الجزائري ما دافعش، اقول لك لا، انا عملت مليون امبارح كنت بتكلم ان المباراه كانت مباراه دفاعيه. وبصراحه الموضوع عادي جدا ان سونج بيقوله ده، بس مش مهم. المهم ايه يا برو؟ ان المنتخب الجزائري طلع كسبان. تصريحات سونج بقى مش تصريحات سونج، الموضوع عادي. فما نركزش في حوار التصريحات ونقول لك الافارقه حاسدين وكارهين والكلام ده، لان صدقني الموضوع ابسط من كده بكتير. احنا بنشتغل في ملعب وبنشتغل بره الملعب. وبعد كده الراجل نفسه كان بيقول ان انا
اعرف جمال بالماضي كويس وبحترمه وبقدره، فالموضوع بالنسبه للمدربين في احترام متبادل. بس انت في جيم، انت في لعبه تنافسيه، ما ينفعش ان انا اطلع اقول لك انك عملت جيم عليا عظيم جدا واقول لك شابوه، الا لو انت فاهم ان احنا في عالم ديزني، ومع الاسف بروح مش في عالم ديزني، احنا في عالم حقيقي. ما ينفعش انك تقول ان المنافس بتاعك طلع وقدم مباراه قويه قوي قدامك، والمنافس بتاعك قدر ان هو يضحك عليك ويجي يلعب بطريقه لعب انت ما كنتش متوقعها، لان هو قال كده في نص الكلام، قال لك ان انا ما توقعتش المنتخب الجزائري يجي يلعب بطريقه دفاعيه. ودي حاجه اعتقد ان هي شوت اوت لجمال بالماضي، حاجه بتقول ان جمال بالماضي عرف يضحك حقيقي وعرف يشتغل كويس قوي جوه المباراه، لا اكتر ولا اقل. هجموا بسبعه، كانوا بيدافعوا بعشره، مش مهم، المهم اللي حصل المباراه انتهت 1-0 للمنتخب الجزائري، بس لا اكتر ولا اقل من كده. النتيجه ايجابيه، قربت حلم 45 مليون جزائري الوصول لكاس العالم قطر 2022. بس قول اللي انت عايزه بقى يا مسوك، ولو اني شايف من تصريحات الراجل عاديه جدا، وانا جاي للامانه كنت فاهم ان الراجل قال حاجه ضد الجزائر وضد جمال بالماضي، بس لقيت ان التصريحات كلها هبله. اما سعادتك الراجل اللي كان بيقول لنا امبارح ان الاوبرا وكره القدم وهنروح ندافع ب 16 قدام المنتخب السنغالي، ده نعمل فيه ايه سعادتك؟ اه والله بجد كروش قال لنا كده امبارح، قال لك انا كنت بدافع، ده كانت في سيطره متبادله، انا هروح هناك في السنغال هدافع ب 16، وانا زي المغني بقدم لكم اغنيه عجبتكم قولوا، ما عجبتكمش براحتكم. فبالصلاه على النبي انت بتتكلم في ايه؟ الراجل منتخب بلدنا وما بيحترمناش، فالراجل هناك مفترض ان هو يقول على المنافسين. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فانا كنت جاي ادافع للامانه، بس لقيت ان الراجل هو غصب عنه بيشكر في الماضي، فحسيت ان هو بصراحه غبي ويستاهل الهجوم عليه ده بصراحه، يعني دي الشهاده لله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو براحتك برضه برو.